القسم الثاني مناقشة الوثيقة. وأنا أناقش الوثيقة منطلقا من موقف سياسي مختلف مع الحزب، معتمدا في التحليل على قناعات وطنية لبنانية قومية عربية وعلمانية وإنسانية. ومناقشتي تواصل مع قراءة السياسية النقدية للحزب في كتابي السابق قراءة سياسية لحزب الله، كما أؤكد أنني قرأت الوثيقة لأكثر من مرة وراجعت جيدا عقيدة الحزب واستراتيجيته الأساسية بدقة وعمق، وأبادر فأقول للمتسائلين والمشككين بأن هذه القراءة للوثيقة لا سطحية ولا تعسفية، وسيكون برهاني الأول والأساسي صفحات هذا الكتاب. ربما بدل الحزب تمسكه بالسرية، فدعا أمينه العام إلى لقاء عام حضره الإعلاميون ليعلن ويقرأ الوثيقة السياسية للحزب الصادرة عن مؤتمره السري، وكان ذلك بمثابة أسلوب استثنائي نادر ومحدث في منهج الحزب. نفترض منطقيا أن أعضاء المؤتمر لابد أن يكونوا من الكادرات الأساسية العليا في الحزب وفقا للمنطق التنظيمي، وهذا يفرض على القارئ أن يتعامل معها بمستوى من الدقة والأهمية الاستثنائية قراءة وتحليلا. وأعتذر سلفا من أنصار الحزب إذا توهم بعضهم أن هدف محاولاتي في البحث والتدقيق أشبه بمن يتصيد الأخطاء وينبش الإبرة في كوم قش، فأنا أنطلق في قراءتي ونقدي للحزب ولوثيقته السياسية من فهم خاص لأهمية اعتناق الحزب للتشيع الإيراني، والذي يختلف عندي عن التشيع العلوي الغني في التراث العربي القومي النشأة والهوية، أو العاملي الأقرب إلى الانسجام الوطني اللبناني، أو النجفي الأقرب للانفتاح العالمي مع الإسلام الثوري الذي يحمله الدكتور علي شريعتي الغني بالتراث الفلسفي والحضاري والعلمي. الاستنهاض الخارجي الدولي والعربي والإسرائيلي، أقنعة عروبة وعولمة وتحرر. أولا، العالم والهيمنة الغربية الأمريكية، قناع عولمة المقاومة. تنظر الوثيقة إلى الصراع مع القوى الغربية وخاصة الأمريكية بصورة شاملة للصراعات على الهويات والثقافات وأنماط الحضارات إلى جانب صراعات الغنى والفقر. فهل هذا يعني أنها ابتعدت عن نظرية الصراع الطبقي اليسارية لتبني نظرية جديدة مميزة ومختلفة؟ وهل جددت الوثيقة أوجه ممارسة الرأسمالية المتوحشة فباتت عالمية الطابع بعد أن اقترنت بالمشروع الاقتصادي الرأسمالي وتحولت إلى عولمة وبلغت حدها الأخطر مع تحولها إلى عولمة عسكرية؟ وكانت تجلياتها حسب الوثيقة في منطقة الشرق الأوسط بدءا من أفغانستان إلى العراق إلى فلسطين فلبنان في عدوان تموز 2006 باليد الإسرائيلية. وغاب عن الوثيقة عمدا وقصدا ملاحظة أن أمريكا قادت هذه الحروب بمشاركة دول غربية وعربية متعددة، وفي حالتي أفغانستان والعراق بمشاركة أكيدة وأساسية من دولة الثورة الإسلامية في إيران. وهذا طبعا يعرفه الحزب ولكنه يتجاهله، فيسقط بذلك جدية وصدق قراءته في هذا البند من الوثيقة ليسقط قناع عولمة المقاومة وتكشف عن حقيقة القيادة للمنهج الإيراني في المواقف الخارجية. وحين تتهم الوثيقة أمريكا بالاستفراد بقيادة مشروع الهيمنة عالميا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فإنها تسوق هيمنتها كمصلحة لباقي الدول والشعوب لا بوصفها مصلحة أمريكية بحتة. فإن الوثيقة تتناسى مرة أخرى أن حجم أمريكا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري يوجب عليها التصدي للقضايا الأساسية في العالم، لأنها تتحمل بالدرجة الأولى دون غيرها من الدول تبعة ومسؤولية ونتاج ما يمكن أن يترتب على هذه القضايا. فماذا لو لم تتدخل أمريكا في كوسوفو مثلا؟ ألم تكن إبادة أهلها المسلمين أكيدة؟ وماذا لو لم تتدخل في أفغانستان؟ ألم تكن قامت دولة بن لادن مع الملا عمر لتهدد إسلام العالم؟ ولو لم تتدخل في العراق لكان صدام حسين استمر في صد الدولة الإيرانية الفارسية عن التهديد الذي باتت اليوم تمارسه على جيرانها العرب.
فلماذا لا يعترض الحزب على مظاهر العولمة الأمريكية هذه والتي جاءت تخدم عنصريته وتفضح زيف مقاومته للعولمة الأمريكية؟ ثم إن أمريكا في هذه الحالات وغيرها لم تكن منفردة، بل كان معها أكثر دول الغرب وبعض الدول العربية، كما كانت إيران شريكا فاعلا حاضرا سرا وعلنا. أما اتهام الوثيقة بأن أمريكا وضعت رؤيتها الاستراتيجية للهيمنة المنفردة على العالم بقيادة شعار الحرب الكونية على الإرهاب، فهذا لم تقدم عليه الوثيقة أي برهان للنقاش. وأنا لا أريد هنا أن أبدو وكأنني أدافع عن أمريكا، فلم أكن سابقا ولا اليوم ولا غدا من المدافعين عن أمريكا، بل ملتزما العكس فكرا ونهجا. وإنما استوقفني واستفزني أن يرد هذا الكلام على علاته وباستخفاف في وثيقة سياسية لمؤتمر الحزب، وليس فقط مجرد خطاب أو بيان تعبئة للأنصار والحلفاء. وهل يصدقنا الحزب القول بأنه بعد الحرب على أفغانستان كانت الخطوة التالية والأهم في مشروع الهيمنة هي السيطرة على العراق الذي اعتبر نقطة الارتكاز الرئيسية لإقامة شرق أوسط جديد؟ إذن لماذا كانت إيران صاحبة حزب الله، وأنا لا أقول حليفته عن فهم وقصد، تقاتل إلى جانب غزاة العراق سنة 2003 حليفة وشريكة لأمريكا والدول المعتدية الأخرى؟ قد يخدع القارئ أو يفهم خطأ قول الوثيقة أن إدارة الرئيس جورج بوش الابن خاصة قد حولت الولايات المتحدة إلى خطر يتهدد العالم بأسره، وأنا شخصيا أشارك أيضا الوثيقة القول بأن أمريكا أخفقت في الحرب على العراق وتسببت بامتعاض إقليميا ودوليا من نتائج هذه الحرب. لولا أن موقف الوثيقة هنا كان يمكن أن يتبدل ليقبل الحرب لو لم تؤدي إلى هذه النتائج، فاعتراضها على الحرب هنا سببه النتائج فقط. أليست الحرب سيئة في كل الشرائع ومهما كانت نتائجها؟ وهذا يظهر الاستبطان في مضامين ما يعلنه الحزب والذي يتساهل بقبول أي وسيلة تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وقد ظهر ذلك في تثمين الوثيقة في السطر الثاني لنتائج الحرب على العراق وفشل ما يسمى الحرب على الإرهاب خصوصا في أفغانستان بعودة قوية لحركة طالبان، وكأن عودة طالبان إلى حكم أفغانستان انتصار على أمريكا ولا على الشعب في أفغانستان وشعوب العالم المتحضر. بعد تأكيد فشل أمريكا في الحرب على الإرهاب وتآكل هيبتها دوليا وتراجع قدرتها على خوض مغامرات جديدة، تنهي الوثيقة هذا القسم الأول بتنبيه واكتشاف أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم من أجل حماية ما تسميه مصالحها الاستراتيجية. وهذا هو التنبيه. أما الاكتشاف فهو أن سياسات الهيمنة الأمريكية تنهض على اعتبارات أيديولوجية ومشاريع فكرية تغذيها اتجاهات متطرفة متحالفة مركب صناعي عسكري، وهذا نقض ومخالفة لآراء الكثيرين من أهل السياسة في العالم الذين يتهمون الأمريكيين بالغباء والجهل في الأيديولوجيات وفقدان المشاريع السياسية حتى وليس فقط الفكرية خاصة، ويعتبرون أنهم يلهثون وراء مصالحهم عامة والنفطية بشكل خاص، وهم لا يتضامنون مع حلفائهم السياسيين عند الاقتضاء، وما الاستثناء الوحيد لذلك سوى إسرائيل، وهذا يبرر ويفسر القاعدة العامة في التخلي عن حلفائهم في منطقة الشرق الأوسط من شاه إيران إلى حسني مبارك والحبل على الجرار. ثانيا، منطقتنا والمشروع الأمريكي. دفاعا عن عالمنا العربي والإسلامي التي كررتها الوثيقة مرارا في هذا القسم، يعيد الحزب اتهام أمريكا بزرع الكيان الصهيوني في المنطقة من ضمن مشروع تفتيتها إلى كيانات متصارعة ومتنابذة، وأن الهدف المركزي الأبرز هو السيطرة على الشعوب بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية، ويأتي في الطليعة نهب الثروة النفطية.
أيضا ومرة جديدة لو قيل هذا الكلام أو الخطاب في مهرجان أو ندوة للحشد والدعوة والتبليغ أو بمناسبة انتخابات نيابية أو بلدية لكان مقبولا وربما أكثر. أما أن يصدر عن مؤتمر للحزب فهو لا يتمتع بالتجديد ولا بالتحديث ولا التطوير في النظرة التي عرفناها منذ القدم، وأحدث عهدها كان الخمسينيات وإذاعة صوت العرب وأحمد سعيد وبعده بكثير صحاف العراق وهلوسات القذافي وأحمد نجاد. لعل المبالغة هنا فاضحة فقط في الكلام عن استعمار أمريكي اقتصاديا وثقافيا للشعوب، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. يا ليت الحزب يلمس أو يلامس مخاوف شعوب العالم كله وخاصة العربية منه من إرهاصات دولة طليعته التي انتصرت في إيران في أشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية منها خاصة. أما إصرار الوثيقة على وصف الكيان الصهيوني قاعدة متقدمة ونقطة ارتكاز للمشروع الأمريكي فهو في المبدأ لا خلاف عليه، لكن التفاصيل التي ألصقتها الوثيقة به لا تعبر جيدا عن تمايز المشروعين. صحيح أن أمريكا وفرت للكيان الصهيوني شبكة أمان لوجوده ما يؤهله للعب دور الغدة السرطانية التي تستنزف قدرات الأمة وطاقاتها وتبعثر إمكاناتها وتشتت آمالها وتطلعاتها. ورغم أن هذا الفكر ورد حرفيا في كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني، إلا أن الخميني عندما استعمل كلمة الأمة فهو كان يعني الأمة الإيرانية واستطرادا الأمة الإسلامية، ولا أدري لماذا لم توضح الوثيقة في نقلها لهذه العبارة أي أمة تعني. لن أذهب لاتهامها بأنها تعني الأمة اللبنانية طبعا ولا العربية ربما. هذه الغدة السرطانية هي غدة سياسية، ولم يعرف التاريخ السياسي سرطانا مستعصيا على الشفاء شرط أن تكشفه الشعوب وتقبل بالعمل والنضال السياسي لتحقيقه ولا تنحدر إلى العنف الذي لم ولن يشفي سرطانا. وإذا شفاه العنف مؤقتا تنبت على أصله وفرعه سرطانات أشد وأدهى. أعلم أن هذا الدواء السياسي يسميه البعض استسلاما إذا تعقلن ويسميه تعاملا إذا تطيف بعد التثقف والأستاذة والكتابة، لأن الفكر أيضا سلاح يجرح إذا كان حامله أخرق. وعندما تتحدث الوثيقة عن تقويض الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية لشعوبنا عبر بث حروب إعلامية ونفسية تطال قيمها ورموز جهادها ومقاومتها، فهي هنا تعني طبعا المقاومة الإسلامية للحزب حصرا. فأمريكا التي تستهدف رموز جهاد الأمة ومقاومتها ليست مضطرة لتقويض الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية للشعوب، ولا هي كمجتمع ديمقراطي رغما عن اعتراضاتنا تستطيع أن تعتمد هذا النهج. لعل البعض لا يستطيع أن يفهم أو ربما لا يريد أن يقتنع بأن منطق تعاون الحضارات بات معتمدا من كل الأطراف، إلا ربما من الطرف الذي يصر على إلصاق تهمة تصارع الحضارات بسواه، يشيل منه ويحطه في غيره كما تقول نساء الفرن. وينتهي الفصل الأول من الوثيقة إلى تقرير أن الخطر الأمريكي ليس خطرا محليا أو مختصا بمنطقة دون أخرى. وهنا تأتي الوثيقة إلى إعلان الغاية من المبالغات والاشتقاقات اللفظية والإنشائية وتزييف الوقائع واختلاق الأوهام، وبالتالي فإن جبهة المواجهة لهذا الخطر الأمريكي يجب أن تكون عالمية أيضا. خطر عالمي مقابل مقاومة عالمية، لا حضارة عالمية وإرهاب عالمي. ذاهبون غدا إلى الصراع أم إلى اقتسام الشرق الأوسط الجديد والكبير؟ قناع مقاوم آخر يغطي جهادا دينيا عنصريا يقود إلى استبدال عولمة حضارية بعولمة عجمية جاهلية ومتخلفة. الوطن والدولة والنظام، أقنعة سياسية واجتماعية واقتصادية. أولا الوطن. الوطن معلق على شرط قيام الدولة المعلقة على شروط كثيرة. لقد بالغت الوثيقة وحسنا فعلت بإغراق اللبنانيين بأوصاف عديدة وجميلة،
1- هو وطننا ووطن الآباء والأجداد. 2- كما هو وطن الأحفاد وكل الأجيال الآتية. 3- من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه قدمنا أغلى التضحيات وأعز الشهداء. 4- نريده لكل اللبنانيين على حد سواء. 5- واحدا موحدا أرضا وشعبا ودولة ومؤسسات. 6- لا تقسيم أو فدرلة صريحة أو مقنعة. 7- نريده سيدا حرا مستقلا، وهو شعار 14 من آذار، لكن الوثيقة تتابع وتزيد: عزيزا كريما منيعا قويا قادرا. 8- حاضرا في معادلات المنطقة ومساهما في صنع الحاضر والمستقبل. نكاد بعد هذه القراءة أن نقول: وطن كامل وجميل وقوي كهذا هو حلم مستحيل كما يقول الفرنسيون. وهذا لا يعني أبدا أن الحزب لا يحلم بهذه الأوصاف وأكثر، وهذا شيء مبرر ومفهوم، وإن كانت هذه الأوصاف والمفردات غائبة عن قاموسه السياسي ومعجم ألفاظه التي عودنا عليها في صورته وحقيقته الماضية. لكن لم يخبرنا الحزب كيف يقوم هذا الوطن المتعدد والكثير المواصفات التي تلامس المستحيل وما هي الشروط، بل قالت الوثيقة فقط: ومن أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولة عادلة وقادرة وقوية، ونظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والرفاه والكرامة. وهذا يعيدنا إلى الجدل بعد قراءة الكلام الجميل. فماذا يعني الحزب أولا بالدولة العادلة والقادرة والقوية؟ الجواب عن العدل يأتي في الشرع والكتاب والسنة النبوية المطهرة كما وردت في وثائق الحزب، ويمثلها سياسيا ودستوريا. ويمثلها سياسيا ودستوريا اليوم القائد المرجع المرشد الولي الفقيه الإيراني، الذي يقلده الحزب ويعود إليه بالرأي والمشورة والبت بما استعصى في الفكر والعقيدة والسياسة، وفتواه متبعة بالطاعة والولاء والإمرة، ليس من الحزب فقط بل على كل المؤمنين بحسب عقيدة الحزب. أما شرط توفر القوة والقدرة في الدولة فدونه واقع ونوايا، إذ مهما أعطي لبنان من تعزيزات القوة والقدرة فلن يوازي قدرة عدوته إسرائيل ولا قدرات الاستكبار العالمي عدو حزب الله، ويسقط عندئذ هذا الشرط الأهم لقيام الدولة. وماذا يعني الحزب ثانيا بشرط نظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته؟ الجواب لا نجده في وثيقة 2009 التي لم تشرح مواصفات النظام السياسي الذي يحقق إرادة الشعب. وهذا الكتمان لا يسمح لنا بل يحتم علينا الرجوع إلى وثائق أخرى، وخاصة وثيقة 1985 رسالة المستضعفين التي تنص صراحة أن النظام هو الدولة الإسلامية وحكم الأئمة في ولاية الفقيه. وفي مطلق الأحوال كانت الوثيقة متحفظة أيضا في هذا الشرط الوحيد لقيام واستمرار الدولة، بل أهم الشروط، ودون قيامها إذن شروط أخرى ما زالت في الغيب إلى أن يأتيك من لا يعلم. يعجبنا الحزب حين يقول: نعمل من أجل تحقيق هذا الوطن، ويصيبنا العجب عندما نقرأ جيدا مشروعه ونرى سلوكه. ويبقى السؤال: إذا كانت الدولة مستحيلة فكيف حال الوطن الجميل، وماذا يبقى من أوصافه الحسنى وقد سقط قناعه المدني؟ ربما ذلك سيأتي في التفاصيل اللاحقة. ثانيا، الدولة والنظام صيغة مؤقتة بانتظار تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية. بعد أن علقت الوثيقة الوطن على شروط أهمها الدولة والنظام، وحتى لا يتوهم القارئ أن إلغاء الطائفية هو شرط تحقق الديمقراطية، فقد سارعت للتأكيد بأن الطائفية السياسية هي التي تعطل الديمقراطية، فقالت: إن الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وإلى أن يحين إلغاء الطائفية السياسية وقد نص عليها الطائف،
تبشرون الوثيقة بأن الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك، ومعادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية لممارسة الديمقراطية الفعلية. يقايض الحزب هنا مطلب الطائفيين وتمسكهم بالنظام الطائفي بطلب حصة طائفية تحت شعار الديمقراطية التوافقية، التي تعني ما كان قد فرضه في مؤتمر الدوحة الذي انعقد بعد غزوة 7 من أيار وقبل صدور وثيقة الحزب. فأرهب المؤتمرين وفرض مبدأ المثالثة الضامنة في السلطة الإجرائية، فامتلك الحزب عمليا قوة تعطيل السلطة الإجرائية بعد الدوحة ليتمتع بفائض قوة سلطة إجرائية عرفية لا دستورية بالإضافة إلى قوته العسكرية. قد تثبت الأحداث القادمة أن الحزب فتح باب الفيدرالية الطائفية وليس الديمقراطية التوافقية، حين يصبح عرفه الإجرائي نصاً دستورياً أو نهجاً ثابتاً وبمثابة النص الدستوري لتشكيل السلطة الإجرائية في لبنان، إلى أن يتواضع الحزب ويستقل بولايته الإيرانية في الجنوب. ولا تقل خطوته هذه عن الخطوات التي باشرها الأكراد في العراق قبل أن يصلوا اليوم إلى الديمقراطية العراقية التوافقية بين الإثنيات ويستقلوا بدولتهم الكردية في الشمال. فنص الدستور على حقهم بإقامة إقليمهم، وكما قامت دولة الأكراد بالأمس وبدأت تباشير قيام الدولة السنية في محافظة الأنبار وباقي المحافظات السنية، فقد تتحول المحافظات الشيعية ولاية عراقية. وإذا سقط القناع الديمقراطي التوافقي، فقد يفيق لبنان على محافظات متعددة متحدة أو مفدرلة أو منقسمة. وغدا عندما يسألنا أولادنا عن الدستور الذي كتبه الأوائل سنة 1926 وعدله المخضرمون في الطائف سنة 1998 وخربه الحزب وحلفاؤه في الدوحة سنة 2009 وزورته الوثيقة السياسية للحزب عام 2009 عندما ألبست جسد وروح الدستور بدعة الديمقراطية التوافقية، وتمكن الحزب من وطن الجمهورية اللبنانية فقسمه إلى شعب وجيش ومقاومة. هل نقول لهم مع قارئي الأبراج ومفسري الأحلام إن الدستور فعلا يتحدث عن التوافق في صنع القرارات في مجلس الوزراء، ولكن هذا بمثابة محاولة أولى لاستبدال الديمقراطية بالإجماع؟ أما إذا تعذر التوافق فينتقل النص الدستوري إلى التصويت بالأكثرية المطلقة فقط مكرسا مبدأ الديمقراطية الخاصة، وما استثناء حصول التصويت بالثلثين سوى تكريسا للديمقراطية العددية وإن كان تغليظا لنسبة المقترعين كما حددتها المادة الدستورية. فالنظام اللبناني في الدستور هو كما نصت عليه مقدمة الدستور نظام ديمقراطي برلماني وليس ديمقراطي توافقي. كذلك نلاحظ أن الوثيقة اعتبرت الديمقراطية التوافقية مؤقتة ومعبرا إلى النظام الأكثري، وقالت عندما تتحقق الشروط التاريخية والاجتماعية، هذا النص ورد حرفيا في الوثيقة الأولى للحزب سنة 1985. لكننا نؤكد أننا مقتنعون بالإسلام عقيدة ونظاما فكرا وحكما، وندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام إلى شريعته، كما ندعوهم إلى تبنيه والالتزام بتعاليمه على المستوى الفردي والسياسي والاجتماعي. وإذا ما أتيح لشعبنا أن يختار بحرية شكل نظام الحكم في لبنان فإنه لن يرجح على الإسلام بديلا. ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام الإسلامي على قاعدة الاختيار الحر والمباشر من قبل الناس، لا على قاعدة الفرض بالقوة كما يخيل للبعض. لا اعتراض عندي على تبني الوثيقة صيغة صريحة وواضحة لمشاركة كل الكيانات السياسية والدينية في السلطة والحكم، لكن ذلك سوف يؤدي حتما إلى صياغة نموذج فيدرالي، حيث تصبح الصلاحيات الأساسية من اختصاص سلطة المناطق وبالتالي الكيانات السياسية والدينية، وذلك بحكم واقع التوزع وتلون المناطق الجغرافية في لبنان،
وبقليل من الجهد والتعقل والانفتاح قد يصل لبنان حينذاك إلى نظام سياسي فيدرالي ودولة لا مركزية مركبة، وهو الحل الأنسب للمجتمعات المتعددة ولبنان منها وعلى رأسها. وإن كانت التجارب التي تحققت في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ودوله، والتي باتت تدق أبواب العالم العربي من السودان إلى العراق، ربما تسبق التحول اللبناني الفيدرالي. فإذا كان الحزب يعني ما يقول في وثيقته في بند الدولة التي تتطلع إلى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين، فلا نقاش والاعتراض على 17 بندا التي وردت فيها، بل إن البند 15 منها يكاد يلامس مشروع الحل بالدولة التي تعتمد نظاما إداريا لا مركزيا يعطي سلطات إدارية واسعة للوحدات الإدارية محافظة وقضاء وبلدية. ويكمل ليقول: ونحن في الحزب سنبذل كل جهودنا وبالتعاون مع القوى السياسية والشعبية المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل. قفزة سياسية كادت توهمنا بالمشروع الفيدرالي لو توقفت الوثيقة هنا، لكنها سارعت لتخاف وتحذر من تحول هذه اللامركزية الإدارية إلى نوع من الفدرالة لاحقا، لكن عقبة مانعة تقف أمام بناء الدولة التي تكون سيادتها حتما فوق الجميع، والسيادة تسقط قسرا في حالتي الثورة والاحتلال. ونحن في حالة محيرة بين الثورة التي تمثلها ميليشيا مسلحة للحزب والاحتلالين الإسرائيلي لأراضي لبنانية في شبعة وكفر شوبة، والإيراني الذي يأمر ويقرر ويحول ميليشيا حزب الله إلى قوة عسكرية يقودها فعليا وشرعا الولي الفقيه الإيراني وليس مجلس الحزب. ولن يخرجنا من هذا الاحتلال إلا تعقل الحزب وانتقاله إلى مقاومة أو ميليشيا مسلحة أي ثورة، إلى حزب سياسي وتمرده على الإمرة أو الأمرة الخارجية أي الاحتلال. وإلا فسوف تبقى صيغ وشعارات الدولة العادلة والقادرة والنظام التي أوردتها الوثيقة مجرد أقنعة لولاية إيرانية موعودة. ثالثا، المقاومة إيرانية بأسماء كثيرة. في تدقيق إحصائي لنص الوثيقة نكتشف أن 1- مقاومتنا وردت مرة واحدة في عبارة المكانة الخاصة باتت تشغلها مقاومتنا، وربما جاءت لإرضاء مقاومين سابقين وحاليين لتعبئتهم ونصرة الحزب وإيهامهم بالمشاركة. 2- مقاومته وردت مرة واحدة عند الحديث عن الصمود الرائع للشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته في غزة، وهذا الحصر يزيل عن المقاومة الفلسطينية الأساسية فتح والجبهات الشعبية والديمقراطية وغيرها صفتها سابقا ولاحقا، لعلها لا ترتبط بواجب الجهاد كمقاومة غزة. ورغم شبه تبعية مقاومة غزة لإيران، فقد استحق الفلسطينيون نعت الآخر. 3- المقاومة الشعبية المسلحة وردت مرتين، الأولى في بند التهديد الإسرائيلي الذي يفرض على لبنان صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين مقاومة شعبية وجيش وطني، كلمة جديدة تستعمل لأول مرة في أدبيات الحزب المزاوجة، حيث نستطيع أن نستنتج أن ذكر وتحديد مقاومة شعبية يؤكد استمرار الحزب وفيا ومتمسكا بمبادئه وقراراته السابقة والدائمة التي لا تستسيغ أي تعاون بينهم وبين الجيش اللبناني الذي قد يؤدي إلى تقييد حرية حركتهم وقرارهم المستقل ولو جزئيا. وقد وردت أيضا المقاومة الشعبية مرة ثانية في الوثيقة في فقرة وفي ظل مأساة الوطن وغياب الدولة، وانطلاقا من واجبهم الوطني والأخلاقي والديني كان خيارهم إطلاق مقاومة شعبية مسلحة. ولا نستطيع إلا أن نؤكد أن هذه التسمية الجديدة أي المقاومة الشعبية المسلحة قد تؤدي إلى بلبلة في ذهن الكثيرين ليتوهموا خطأ إن مقاومة الحزب هي المعنية. إنه قناع لفظي شعبي يفيد منه الابتدائيون والمضللون فقط، ولكن إلى حين. لا بد أن نقدر ونشير إلى ورود كلمة الواجب الديني في المرتبة الثالثة بعد الوطني والأخلاقي،
بينما كانت أدبيات الحزب السابقة تقول إن المقاومة جاءت من الإسلام. الشيخ نعيم قاسم في كتابه حزب الله المنهج التجربة المستقبل. 4. المقاومة الجهادية وردت مرة واحدة في فقرة التركيز على أهمية وجدوى خيار المقاومة الجهادية والكفاح المسلح في مواجهة العدوان وتحرير الأرض. هنا تقترب الوثيقة من التسمية المقنعة للمقاومة، إذ تبدأ بإعطائها اسم المقاومة الجهادية. 5. المقاومة الإسلامية وردت كلمة مقاومتنا الإسلامية مرة واحدة فقط بين دفتي الوثيقة، واقتضتها ضرورة دغدغة اللبنانيين حلفاء الحزب الذين يطربهم أن يسمعوا منه اعترافا بأنهم كانوا مقاومين في أحزابهم اليسارية والقومية والتقدمية. فأوردت الوثيقة: وكانت المقاومة في لبنان وضمنها مقاومتنا الإسلامية. لم تستطع الوثيقة إلا أن تنتهي حيث كتب للمقاومة أن تكون إيرانية النشاط والرعاية والقيادة والتمويل والتجهيز والقرار، والإمرة النهائية إسلامية الشعار والهدف، لبنانية الإقامة واللجوء. وإذا كان هذا الاستنتاج قاسيا، فإنني أقوله من باب النصح والصدق، والصدق سيد الناصحين. 6. أما المقاومة فقط وبدون صفة، فقد وردت في الوثيقة 37 مرة باستثناء الخطأ في العد، وهذه هي مقاومة الحزب، وقد شطبت إسلاميتها لأول مرة في وثيقة حزبية بعد أن تولت كتابات أخرى إخفاء إيرانيتها. 7. لكن المقاومة اللبنانية أو المقاومة الوطنية أو المقاومة العربية لم ترد بالمرة ولو في معرض ذكر المحتل الإسرائيلي الغاصب لسيناء والأردن والجولان، فلم يكن لها مكان واحد في نص الوثيقة السياسية الفضفاضة بالأسماء الكثيرة وبالانفتاح على التعريب واللبنن أو الدولة حسب ما يشتهي ويتغنى الذين سمعوا وأطربهم ترداد صدى الآمال الضائعة في حلم افتضحت عجميته. وقد جاء نص الوثيقة على ذكر أن انطلاق المقاومة الشعبية المسلحة لمواجهة الخطر الصهيوني والعدوان الدائم على حياتهم وأرزاقهم ومستقبلهم لتعيدنا إلى زمن الاحتلال، حيث افتقد اللبنانيون الدولة وبدأت مسيرة استعادة الوطن من خلال المقاومة المسلحة بتحرير الأرض والقرار السياسي من يد الاحتلال كمقدمة لاستعادة الدولة وتأسيس القيم الوطنية في السيادة والكرامة والحرية لبناء لبنان الحديث كبلد يفرض احترامه، وطن للحرية والثقافة والعلم والتنوع، كما هو وطن للعنفوان والتضحية والبطولة. وقصدت الوثيقة أن تضيف هذه الأبعاد مجتمعة لتتويج المقاومة من خلال ما أنجزته من تحرير عام 2000 ومن انتصار تاريخي في حرب تموز 2006. وقد تحقق هذا الإنجاز الوطني للمقاومة بمؤازرة شعب وفي وجيش وطني. إنها منحة أو منة ربما أن يعترف الحزب في لبنان بدور المؤازرة للشعب اللبناني وللجيش الوطني، وهذا أيضا من حسنات وجديد الوثيقة التي يستطيع المبتدئون أن يلبسوا قناع ما سمته الوثيقة الشعب والجيش. وبعد الانتصار أصبح دور ووظيفة المقاومة ضرورة وطنية دائمة دوام التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو بأرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة. وبعد ثوابت دوام المقاومة في الوثيقة، وهذا ليس بجديد في فكر الحزب ومنهجه، تكتشف لأول مرة أن التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني في عملية تكامل أثبتت نجاحها. لقد كان الحزب حتى صدور هذه الوثيقة يرفض كل أشكال وصيغ التعاون أو التفاهم أو التناغم، ليس فقط المزاوجة، كما يرفض الدخول بصيغ دفاعية مع الجيش من أقصى الجنوب إلى الضاحية إلى مارم خايل إلى بعلبك. وكان ذلك يحصل تمسكا باستقلال المقاومة وبحجج مختلفة وملتبسة تتعلق بحرية الحركة من أجل فاعلية أكبر،
وبعدم توافق الأساليب العسكرية في القتال وغيرها الكثير من الذرائع، حتى جاءت الوثيقة فاخترعت وصف المزاوجة الجديد الذي سنمضي وقتا طويلا لنكتشف معانيه وغاياته، على رجاء أن لا يفاجئنا المستقبل بتحقق تصور ونبوءة السيد نواف الموسوي، وهو قيادي في الحزب ونائب في مجلس النواب اللبناني. فيؤدي التزاوج إلى اندماج الجيش بالمقاومة، ويبقى مصير الشعب معلقا بين المزاوجة بالإكراه الشرعي أو الطلاق، وتنتهي صيغة الجيش والشعب والمقاومة لتصبح كاريكاتورا لصاحب حزب الله في متحف الولاية الجديدة.